brain. Look! Well, look. هو الألعاب أمريا انفجار مدون. أهلا، من أين أتى؟ جماعة شين، ممتاز، تتذكرنا. إذن ستحزر ما الذي سيحدث تاليا. أرأيت، جماعة شين لا تضاهين قوة. لقد أصبت في ذلك. هزم شر هزيمة. هذا رائع. أصبحا ضعيفين، حان الوقت للقضاء عليهما. فلننسحب بكرامتنا. لا، لنهرب يا أخي. ها؟ ما حاجتك إلى كل الفاندانغو سلاكز هذا؟ تحمل قدراً كبيراً من الطاقة، لكن لا نفع منها في النزالات. طاقة سلاكز هي سبب حاجتنا إليها، ليست للنزال. سنأخذها لمغارة بولزاي. هناك ما يدفع سلاكز الأصلية لهجر المكان. نحتاج إلى نقل طاقة فاندانغو سلاكز لإعادة سلاكز الأصلية إلى حيث تنتمي. أوه، تأمل بأن تفعل البزقات المغارة وتعيد الحياة إليها؟ كلما حاولنا إيصال سلاكز يعترض هذان طريقنا. بلاك ولاود يعملان لصالح بلاك. لقد فجرا كل مسار يؤدي إلى بولزاي من الشرق، وقد تعطلت آلياتنا، لن نوصلها في الوقت المناسب. نحن سنوصلها. ياي، طبعاً سنوصلها نيابة عنك. إذن أنت ابن ويل، نحتاج إلى شخص من صلبه. والآن إذا لم تصل هذه سلاكز إلى مغارة بولزاي قبل نهاية اليوم، فسوف نخسرها. فلنسرع. أنت فتى صالح إلى شين. إذن ماذا ننتظر؟ ماذا؟ جماعة شين تنقل الحمولة إلى بولزاي. هذا ليس جيداً، صحيح؟ هل نتصل بالزعيم؟ هل تلقيت ضربة في رأسك؟ لن نعلم بلاك بهذا الشأن، لأنه سيرسل لنا تعزيزات، وهذه مهمتنا الخاصة، لذا سوف نتولى أمرهم ونحصل على المكافأة الضخمة. فكر ما يمكننا فعله بالمال. شراء الكثير من الذهب. فسر الأمر لي مجدداً. تعمل المغارات بطاقة البزاقات. ولكن ألم تتعلم هذا في المدرسة؟ في ذلك اليوم كنت غائباً. صحيح. الطاقة التي توفر جميع مظاهر الحياة الأقوى في البزاقات، أينما حلت تدب الحياة، ولولاها. فهمت، تنعدم الحياة، لكن لا أفهم سبب رغبة بلاك في حدوث هذا لمغارة كاملة. يحاولان محاصرتنا. برونتو، أرنا سبيل الخروج. أعتقد
يبدو أنهما حققا هدفهما الشرير. إني أمقت نجاحهما. من هنا، هذه فرصتنا الوحيدة. لقد قضينا على جماعة شين. لا مهل أخي، لننزل إلى الأسفل ونتأكد. فهذه الجماعة مأكرة. كان ذلك ممتعا، وأعني بقول هذا أن رأسي يؤلمني. لم نمت وهذا جيد. برونتو، أين نحن؟ دعني أرى. ممتاز. حسنا، اتضح الأمر الآن. نحن أبعد ما نكون عن وجهتنا. من لديه سؤال؟ أثمة مسار آخر؟ لا. ممر سري؟ لا. أي شيء؟ في الواقع لا. سمعتك تقول في الواقع. تكلم برونتو. في الواقع ربما هناك مسار بإمكاننا عبوره، لكن من الحماقة فعل ذلك. عادة عندما تقول هذا يكون الأمر مسليا. لا 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 لا، ليس مسليا. السبيل الوحيد إلى بولزاي محفوف بالمخاطر. إنه مظلم وطويل ومتعرج، ويخترق منطقة شادوكلان الأشرار. إذن؟ لا 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 لا، رجاء لا تفكروا بالأمر حتى. يا ويلي. لما لم نفجرهم؟ يتسمون بالذكاء. إذا كانوا كذلك فلماذا يعبرون هذا الطريق؟ هذه منطقة الشادوكلان. هل سنتبعهم؟ أفضل مواجهة بلاك على مواجهة ما في هذه الطريق. لن ينجو، لكن علينا أن نحذر. ساحة الظلام، موطن شادوكلان. هذه هي فرصة العمر. فلم يتسنى لأحد تصوير شادوكلان في السابق. على الأقل من بقي على قيد الحياة. أنت هادئ على غير العادة برونتو. برونتو ليس هادئا، برونتو محبط. إنهم أكثر الكائنات شرا في سلاكتيرا، ونحن نتمشى في باحتهم الخاصة. لقد سبق ورأيتهم، إنهم مخيفون لكن ليسوا سيئين إلى هذه الدرجة. ربما يساء فهمهم. ماذا؟ قلت بنفسك، نحن نتجول في أطراف منطقتهم، لعلهم لا يدركون وجودنا. أسمع صوتا. بسرعة فلنتوارى. أهذا ضروري حقا؟ حسنا، إنه كذلك. جماعة شادوكلان تتمتع ببصر ثاقب ونزعة لإخافة أعدائها إلى حد الموت المبكر. لا أراهم. إذن فلنعد. ليست في كل مرة تسلم الجرة. لا يمكننا العودة، بولزاي يحتاج إلى السلاكس. هيا فلنسرع، ففي السرعة السلامة هذه المرة. كان أبي يحدثني عن الشادوكلان وعن تمكنهم من التحدث إلى السلاكس وعن وجودهم هنا منذ الأزل. يا رفاق، لا أريد إخافتكم، لكن ثمة ما يتحرك خلفنا. ظننت أننا فقدناهم. أعرف بضع حيل خاصة بتقطي الأثر وسأريكم. الصخور لا أثر يبقى عليها. والآن سنتحرك بعكس الريح. اتبعوني. كم أنتم محظوظون لأنكم برفقة دليل خبير مثلي. أنا أسطورة. أصدقائي، يجب أن نسرع. ماذا؟ هذا مستحيل، ولكن لا بأس، حان وقت توظيف إحدى مهاراتي الخاصة. هربوا. إنهم خلفنا.
فقدت تكتيكات نجاحا باهرا، لكن رجاء لا داعي للتصفيق الآن. صفقوا لي لاحقا واحملوني على أكتافكم إن أحببتم. يا رفاق، المزيد منهم، علينا إلقاء نظرة عن كثب. إيه، هل تمزح؟ أرجوك قل لي إنك تمزح. حسناً، لقد ألقيت نظرة، علينا الانصراف. انظر، المسار أمامنا مكشوف، إن تحركنا الآن فسيروننا، يجب أن نشتت انتباههم بطريقة ما. هذا لا يبدو مطمئناً. أؤيدك. تشتت انتباههم، هذه فرصتنا. يكفي أيتها المخلوقة البائسة، ستكشفين عن مكانها. اهدئي، ماذا دهاك؟ اهربوا. كمن نقول لهم أين نحن؟ وأنا وليمة الطعام المفضلة. فرانكو، تريكسي، أوصلنا على السلاكس، أنا وكارت سنلهيهم. ينالوا مني حياً. إذا كان هذا قدري فسأموت وأنا أدافع عن نفسي. إيه؟ تستسلمون؟ انظر للجانب الجيد، لم يقترب أحد بهذا القدر من الشادو كلان. أتفقد غطاء العدسة؟ آسفون على عبور منطقتكم، لكن لدينا سبب وجيه. إذا لم نوصل لسلاكز لبول زاي فسيحل الظلام في المغارة وتموت. أنت، هذه ليست لك، هل تفهم ما أقوله؟ مغارة بول زاي بحاجة إلى السلاكز. سيدعوننا نذهب في حال سبيلنا. من حسن حظهم. شكرا. بيربي، ماذا قلت لهم؟ ها؟ حسنا، أيا كان ذلك، أحسنت. قد وصلنا إلى المغارة، بإمكانكم الآن الشروع في مديحي. ماذا الآن؟ أطلق السلاكز، ستجد مكاناً لها وتنتهي المشكلة. اخرجي عزيزتي ولا تخجلي. لا يفترض أن يحدث هذا، صحيح؟ ثمة ما لا تحبه هنا. ربما تأخرنا. إلى أين تذهبين؟ ابقى معي بيربي، راقب السلاكز، مهما يحدث هنا فهو يؤثر عليها.
مسار جديد إلى مغارة بولزاي. لقد قمنا بعمل جيد. جماعة شين لقد نجوا. لا يهم، إن عدمت حياتهم في المغارة وسلاكس خاصتهم تهرب. أمهلاني بضع لحظات، بإمكاننا إنقاذ المغارة. برونتو اجمع الفاندانجو سلاكس. هذا من دواعي شروري. تريكسي اكتشفي سبب مغادرتها حالا. كورت لا عليك مني. حسنا، حان الوقت لتسوية الأمر. تريداني النزالة ضدنا؟ إلا إن أردتما حل الأمر بالعناق. محال أن تفوزا. وليس هذا فقط، سوف تخسرون. توقف يا سلاكس رجال. لحظة، إذن هذا ما سيكون عليه الحال. أعرف أنك لا تحب المكان جولز، لكن أرجوك ابق معي. اركضي كما تشائين، فأنا أيضا أستطيع الركض، ولكني لا أستطيع الركض لمسافة طويلة. عما أبحث على وجه التحديد. الفاندانجو. كيف فعلت ذلك؟ إنها مراوغة. أعرف أنك تود الذهاب، لكن لدي فكرة وأحتاج مساعدتك. أتمنى أن تنجح. أنت لا تفضل الذهاب من هنا. بولزاي! واو، هذا يفسر الأمر. سأستدعي إلي. السلاكس تنفد مني. وأنا أيضا، وإن نفرت هي أيضا مع البقية سنواجه مشكلة أكبر. لا سلاكس. اعترف أنك خسرت. نعم، ونحن فزنا. إذن لماذا يبتسمان؟ سألمح لك. قولا للدكتور بلاك، محاولة جيدة. فرايد جايست سلاج، أحسنت تريكسي. شكرا، كانت رحلتنا إلى ديدويد مجزية. عليك أن ترى شيئا. مياه الظلام. أجل، هذا سبب فرار السلاجز. بلاك يريد تحويلها إلى مغارة مخيفة. ولدي العلاج المناسب. هذا مقدار كبير من مياه الظلام، دوك قادر على إبطال مفعولها؟ ما رأيك دوك؟ أترغب في السباحة؟ سأمسك بك الآن. أصبح منهكا. لقد نجحت. واحدة فقط؟ لا، إنها ممتازة. أطلقها على الحفرة، طاقتها ستخفف من مفعول الطاقة الشريرة. برونتو أسرع. هذا ينجح، نحتاج إلى المزيد. عمل جيد بيربي. هيا
ما لا أفهمه، لماذا رغب بلاك في إخلاء هذه المغارة بالذات؟ لأن المغارة هي مركز الإسلاك تيرا، فهمت؟ بولزاي أراد الاستيلاء على الأرض وأخذ حصته عن طريق مياه الظلام. حللنا جميع المسائل. ليس كل شيء. لما سمحوا لنا الشادو كلان بالذهاب؟ ليتك تخبرنا بما تعرفه عنهم. نجحت، أنا أول شخص يصور الشادو كلان بفيلم. تهانينا. أعرف، أليس رائعاً؟ عندما ينشر الفيلم سيكون وقعه كبيراً. حسناً، سنتوارى عن الأنظار ثم سنتوصل إلى طريقة للانتقام منهم. نعم، سننال منهم جيداً ونسعد بلاك ونسعد أنفسنا. سنوصل رسالة، لا أحد يعبث معي ومعك. لست سعيداً. ألتمس العفو من محكمتكم وأطلب أن تحكموا ببراءتي، كان مجرد سوء فهم ليس إلا. البسق على الرصيف عمل غير قانوني في هذه البلدة، وأمرنا القاضي لوغان بتطبيق القانون دون استثناء. لا، أنا محتقل، إني أطلب الرحمة من محكمتكم، أتوسل إليكم يا حضرة القاضي أرجوك. أنا بريء. مذنب. حسناً، لقد فعلها حقاً، لندفع الغرامة ونغادر من هنا. 50 عاماً من الأعمال الشاقة. خمسون عاماً؟ خطأي، أنا كان يجب أن أمنعه من سرقة اللبان من جيبي، اعتقدت أنني أعلمه درساً. حضرة القاضي، لا يمكن أن تكون جاداً. 50 عاماً للبصق على الرصيف؟ أنا إيلاي شين، ويهمني تحقيق العدالة أيضاً، ولكن هذا... أنت من آل شين إذن؟ أنا لم أبه يوماً لأفراد شين، لكن في حالتك سأضع استثناءً، ولن أحتجزك لوقاحتك المفرطة. إلى الحجز. لحظة، هذا هو الظلم بعينه. سأضعك تحت المراقبة. أرجوك، أنا بريء. تريكسي، كورد، علينا أن نأخذ جولة حول هذا السجن. لماذا؟ لأننا سنهرب برونتو. مجرم عادي، هذه أنا برونتو، أنا لست كالبقية. ومن تكون إذن؟ العقل المدبر للجرائم؟ طبعا، فأنا رئيس منظمة ضخمة تتاجر بالأسلحة وتقتل وتدمر كل من يعترض طريقها. اعتقلت بسبب بسقك للبان؟ في الواقع كانت هذه آخر جرائمي. لما أنت هنا؟ التحدث في العلن، وهو محتجز بسبب صوت نفسه العالي، وهذا بسبب تبسمه المفرط. أجل، القاضي لوغان محتال، يحتجزك بحجة خلق قوانين سخيفة ثم يقوم ببيعك للقيام بأعمال شاقة. وليس أي أعمال شاقة، سمعت أنهم سيرسلونك للعمل لدى الدكتور بلاك. دكتور بلاك؟ هذا ما أخبرتني به مصادري. القاضي لوغان يفرغ سجنه وبلاك يحصل على عمال بالمجال لمصنعه. كم نملك من الوقت؟ 4 أيام ربما. إذن علينا أن نسرع، نراجع الخطة. يقوم هذا بإيصال المؤن إلى سجني كل يوم، دفعت للسائق لأخذ محله. إن نجحنا في هذا سنبعد الأنظار عنا. جيد، لكن تذكرا، برونتو ليس الوحيد الذي تم احتجازه ظلما،
هناك آخرون بحاجة لمساعدتنا، وسنوقف ذلك القاضي عند حده. الآن حدثني عن تلك الطلقة. إنها شبه مستحيلة، لذا أحضرت هذا لك. رائع. إنه جهاز رؤية من نوع SVX 5000، يحدد كل شيء يلزمه بدقة لتنفيذ طلقات رائعة. طلبت هذه البزاقة السريعة بالبريد لتكتمل المهمة. إنها البزاقة الوحيدة التي ستنجز المهمة، لأن كل بيانات وزوايا المنظار مخزنة في نظارتها عالية التقنية. أيها السريع، أهلا في الفريق. والآن لنعد إلى الخطة. أولاً سيقود كورد عربة المؤن إلى السجن، وسيتصرف بشكل طبيعي. تريكسي ستتأكد من أن الحارس مشتت الانتباه وتعطيني الإشارة، والباقي يعتمد علي وعلى البزاقة السريعة. إن تم كل شيء وفق الخطة، ستنطلق بسرعة وترتد عن العربة مع سرية العلم، وتضرب سطح السجن، وتدخل من مصرف الهواء، وتقوم بلفة سريعة لتفجر القفل دخولاً إلى الزنزانة، وتفتح الأصفاد، وعند التأكد من خلو المكان ستخرج الجميع بأمان دون أن ينتبه أحد. حسناً، إذن لنذهب ونحرر برونتو. علينا الثقة بالتقنية العالية. أتمنى أنك فهمت الخطة أيها السريع. لا، هذا ليس جيدا. كانت تلك كارثة حقيقية. كما قلنا لك، نقطة الضعف الوحيدة ألا أحد يستطيع تسديد الرمية. أجل، لا أحد. حسنا، باستثناء ماريو برافادو. ماريو من؟ ماذا؟ هيا، ماريو برافادو يا صاحب الرمية الخادعة الأكبر على الإطلاق. انظر، ها هو. بوسعه القيام بأي رمية. أجل، لديه برنامجه الخاص وكل شيء. ماذا حل به؟ تخلى عن الأضواء ويملك الآن مطعماً في منطقة نائية. أعتقد أنه حان الوقت لعودة ماريو برافادو، وبسرعة. لا يعقل أن يكون هذا هو المكان. لما سيختار أسطورة مثله العيش هنا؟ أهلاً في مطعم ريكو هاتلي البيتزا، نبيع أفضل الفطائر في المدينة. ماذا أحضر لك؟ أنت ماريو برافادو؟ لا، أنا ماريو بائع البيتزا. انظر، لقد أخبروني أن ماريو برافادو هو الوحيد القادر على تنفيذ الرمية التي أريد. متأسف ماريو، ذلك تقاعد. أنا أعمل حالياً في البيتزا. إن أردت الاستمرار بالحديث اطلب شيئاً. هناك صديق لي. لا بيتزا؟ لا حديث. حسناً، سأخذ البيتزا مع جبن إضافي. سجل، بيتزا مع جبن إضافي. الآن دعني أخبرك عما أريده منك. إن صديقاً لي. أخبرتك أني تقاعد. لن أطلق بزاقة أبداً، لن أفعل. هذه مسألة حياة أو موت. القاضي لوغان يبيع السجناء للدكتور بلاك و... هل لديك مشاكل في السمع؟ قلت لا. لذيذة حقاً. كنت محاطاً من كل جانب كالثور في حلبة، لكنهم أيقنوا أنني الأقوى والأشرس. وماذا حدث بعدها؟ هيمات واحدة جعلت العصابة تهرول مبتعدة خوفاً، لهذا ستخرجني مجموعة من هنا. سترون، الأمر يا سادة يتعلق بالاحترام الممزوج بالخوف. هذا الخلد يشكل خطراً، لا سيما وأن فرداً من ألشين إلى جانبه. من الأفضل أن نسرع في نقلهما. كن حذراً منهما. اسمع، قلت لا، انصرف الآن. أنا هنا لكي آكل.
لا أصدق أنني تناولت كل هذه البيتزا. انظر صديقي في مشكلة كبيرة. لا أريد هذا لأجلي بل لأجله. أخبروني أنك الوحيد القادر على تنفيذ الرمية التي أريد. هذا إذن؟ حسناً. حسناً. يبدو أن هذا سيجلب مشاكل كبيرة. لقد توقفت للأبد. ماذا حدث لك؟ المعذرة؟ كنت بطلاً كبيراً وفجأة اختفيت. أنا لست بطلاً، كنت مقدم برامج، هذا كل شيء. أنا أعرف القليل عن الشهرة، فوالدي كان ويلشين. ماذا؟ حقاً؟ كان بإمكانك أن تذكر ذلك. هل كان سيغير رأيك؟ كلا. حسناً، آسف لإضاعة وقتك ووقتي. انتظر، لن أقوم أنا بهذه الرمية، لكن إن همك الأمر سوف أعلمك. آل شين يتعلمون بسرعة. هل أنت معلم جيد؟ فليس لدي وقت. ثلاث فطائر من دون بصل، شكراً لاتصالك. اسمع، تذكر 90% من خدع الرماية تعتمد على العقل. سنبدأ أولاً بإعداد البيتزا. ماذا؟ لمساعدة صديقي سأجرب أي شيء. ماذا تفعل؟ أصنع البيتزا؟ استرخي، سنصل إلى ذلك. الأولويات أولاً، تخيل الترتيب، الطبقات، ارسمها في مخيلتك. هل تعرف إلى ما أنظر الآن؟ المكونات. خطأ، أنظر إلى البيتزا الجاهزة في مخيلتي. عند البدء بشيء، اعلم كيف تريد أن تنهيه. والآن نقوم بصنع ماذا؟ ثلاث فطائر بيتزا كبيرة. الأمر متعلق بترتيب كل المكونات معا. هل تعرف لما سمي هذا المكان بريكوتي؟ واو، هذا رائع، لكن قال بدون بصل. جيد، أنت منتبه. والآن قم أنت بإعدادها بدون بصل. نريد صنعها كاملة برمية واحدة، ريكو هيتي بيتزا، أتذكر؟ نعم. حسناً، لنقم بهذا مجدداً. الأدوات عالية التقنية لا تنجز الأمور اعتماداً على الغرائز. احصل عليها وعليك أن تثق بها. حسناً، هل سنقوم الآن بالرماية؟ رمي المزيد من البيتزا؟ أجل. حسناً، اضرب هذه بالنقانق. كيف أبليت؟ أنت بحاجة لبعض التدريب. أنت تتقدم إلي، لكن عليك أن تسترخي. ومتى سأتعلم الرماية؟ هذا ما تفكر فيه؟ لم تفهم مغزى التدريب. أنت تملك قلب رام إلي، ولم أرى أحداً يتعامل هكذا مع البزقات باستثنائي. إذا لماذا توقفت؟ لم أخبر أحداً السبب. لقد كنت في أوج نجاحي، لم أعتقد أنني سأخطئ يوماً. لقد كنت مغروراً بعض الشيء، وفي أحد الأيام عرضت علي وظيفة لكنني رفضتها، وتفوهت ببعض الأمور التي ما كان يجب علي قولها، وطلب مني الاعتزال إن خسرت إلى الأبد، وظننت أني لن أخسر. كنت مخطئ. ضربني ببزاقة لم أرها من قبل ولا أريد أن أراها مجددا. كانت متوحشة صحيح؟ بارست بلاك. لا يهم، ما زلت عند كلمتي، قلت إني سأدربك. إذن هل فهمت ما الطريقة؟ Oh!
أجل، أنت جيد يا فتى، لقد نسيت الجبن الإضافي، لكنك جاهز. تعلم أن الدكتور بلاك مخادع ولن يرضى بالهزيمة في أي صفقة، أنت لا تدين له بشيء. هذا العالم بحاجة لك وأنا أيضا. حسناً، موافق. حقاً؟ رائع، لكن أنت ستسدد. أحمل أخباراً جيدة، لقد تدربت وأحضرت معي ماريو بروفادو ليدعمني. لا أصدق ما أرى. واو، أنت حقاً ماريو بروفادو. هل تذكر الحلقة 56 من برنامجك عندما أطلقت تلك البزاقة؟ كورت، ليس لدينا وقت. سررت بمقابلتك، سترة رائعة. لدينا أخبار سيئة، إنهم يرحلون. ألا لكن لم أخطط لهذا، بل للرمية الخادعة لنحرره من السجن. تستطيع القيام بها، اجمع كل مكوناتك، إنها سهلة بسهولة البيتزا. ماذا كانا يفعلان؟ حسناً، علينا أن نتحرك. مر وقت طويل، أليس كذلك؟ ستفعلها؟ إن كنت لا تخاف بلاك، فيجب أن أفعل. حان الوقت لاستئناف نشاطي، ولكن أنت من سيسدد. صحيح، كورد، الحق بالقطار. عصابة شين، اسبقوهم، ها هم، لقد أتوا لأجلي، ولكن من هذا الرجل؟ هاي، إن برونتو هو الزعيم حقاً، ماريو بروفادو فرد في جماعته. بالطبع، لقد علمت ماريو كل ما يعرفه، ولكن من ماريو؟ إلهي، لدينا مشكلة في الأمام. ما إن يدخل القطار النفق، لن نمسك به، لن ننجح. نحتاج رمية خادعة تسقط الحراس وتحرر برونتو دون أن نسقط من على العربة. كورد، ركز على القيادة. تريكسي، سنحتاجك كمراقبة. هاريسان، فوق القطار. أرأيت تلك الرمية؟ لا تغتر يا فتى، يقتربون من النفق. أجل، أظن أنهم زادوا سرعتهم. أربعة حراس، وما زال علينا تحرير السجناء. هيا يا فتى، ارميها وكأنك تراها. كادوا أن يصلوا إلى النفق. لا، كيف سننزلهم على القطار؟ لا وقت. المشبك الذي يصل العربة بالقطار، أملنا الوحيد. إزالة المشبك وإصابة المحاول بضربة واحدة، هذا مستحيل. ليس مستحيلا، تذكر ما علمتك إياه، حدد المكونات والطبقات، ركز أكثر. حسنا ستانت، لنقم بهذا. أجل. أهلا.
أرأيتم؟ أنا زعيم عصابة من الوزن الثقيل. لدينا مشكلة. كورد، اقترب أكثر. ماريو، حان دورك الآن. تراجعوا للخلف. رمية جيدة، اخرجوا من هناك. أسرعوا، نحن في خطر. هذا أشبه بصنع البيتزا. أنت محق يا فتى. بالحديث عن البيتزا، أنا أشعر بالجوع الشديد والعطش أيضا، ولا أخجل أن أعترف بأن الوضع كان صعبا في السجن، والطعام كان فظيعا. برونتو، لقد سجنت ليومين فقط. ما هذا؟ نجوت. ما زلت تقوم بأفضل الرميات الخادعة، مكانك موجود في فريقنا إن فكرت يوما بالعودة. شكرا، أظن أنني سأكتفي بصنع البيتزا حاليا، لكن يوما ما. هاي، من يدري؟ رائع أننا حررنا برونتو، ولكن ماذا بخصوص القاضي لوغان؟ سنذيقه من شر أعماله. أعتذر سيدي، البسط غير مسموح به. لا، مهلاً، تم الإيقاع بي. هذا اللبان رهيب، كمذاق الصلصة الحارة والسمك المتعفن. نطبق القانون من دون استثناءات، هذه أوامر. ماذا؟ مهلاً، توقفا، أنا بريء، بريء.